نفترض انك اشتريت قلم حبر ink pen، كان قلم نظيف محترم ماركة محترمة ثمنه $100. طبقا لمعدل استخدامك للقلم، معدل استخدام في المتوسط، كان من المتوقع ان القلم يقعد معاك شهرين 2 months. بعد ال 2 months القلم الحبر فيه هيخلص وهيصبح مجرد salvage، يعني هيبقى خردة، مجرد معاك هيكل القلم من غير حبر، فأصبح خلاص القلم ملوش لازمة. الحبر خلص لأنك بتستخدم القلم، يعني بتستهلك القلم. طب بعد ما الحبر خلص فيه وأصبح سالفج، تفتكر هيبقى تمنه لسه $100؟ هتقولي لأ، ممكن بس على الهيكل بتاعه يبقى تمنه مثلا $10. معنى كده إن استهلاك القلم كان بيقلل من قيمته ومن أدائه بمعدل الوقت. طب لو عايز أتكلم بلغة المال، يعني اوصف انا استهلكت قد ايه من القلم بكام من ثمنه، والله عندي الفترة الزمنية بتاعت القلم كان شهرين، يبقى الشهر تقريبا الشهر الواحد كام؟ $45. طب عرفت منين؟ انا عندي $100 نقصت منها تمن هيكل القلم ذات نفسه اللي هو $10، اتبقى معايا تمن الحبر بقى اللي انا استهلكته من القلم، فكان $90. $90 اقسمهم على الشهرين الفترة الزمنية طلع $45 و$45. طبق المثال دوت على عالم البيزنس، عالم الاعمال، تقدر على طول بعدها تفهم موضوع الديبريشيشن اللي هو الاستهلاك او الاهلاك. ديبريشيشن مصروف الاهلاك. الاسيت اللي الشركة اشتريته في البداية وبتملكه وبتستخدمه في عملية الانتاج ايضا بيتم استهلاكه زي ما انت استهلكت الانك بن. مع مرور الزمن بيتم استهلاكه، يعني قيمته بتقل عشان انت بتستخدمه. لو الشركة ليها عربيات مثلا بتنقل بيها الموظفين او بتنقل بيها المواد الخام، مع استهلاك العربيات دي برضو قيمتها بتقل، بيحصل لها اهلاك. لو عندك آلات في المصانع، الآلات دي برضو مع الوقت بتقل قيمتها عشان انت بتستهلكها. زي مثلا بتشتري حاجة جديدة لما تيجي تبيعها مستعملة تلاقي قيمتها قلت، لان هنا الشاري بيعتبر ان الحاجة اللي بيشتريها دي عمرها الانتاجي قل او قيمتها قلت. لو انت عايش في بيت او في شقة نفس الكلام، برضو البيت او الشقة بيتم استهلاكها على مدار الوقت. هنستثني اسيت واحد بس من الاسيتس اللي احنا دايما بنتكلم عنها، الا وهي اللاندز، الاراضي. الاراضي لا يمكن استهلاكها، الارض ما بيحصلهاش اي حاجة، تبني عليها تزرعها مهما كان ما بيحصلهاش اي اهلاك، الا اذا كانت الارض فيها منجم ذهب او منجم حديد او منجم فحم او بير بترول او حقل غاز طبيعي. بيتعمل للاراضي دي بقى في الحالة دي حاجة اسمها معدل نفاذ، تشبه برضو الديبريشيشن كده، بس ما علينا منها، هي مش موضوع دراستنا في الوقت الحالي. يبقى كده فهمنا موضوع الديبريشيشن اللي هو مصروف الاهلاك، عشان احنا بنستهلك الالة او الاسيت اللي عندنا باستثناء اللاندز، فقيمته بتقل مع الوقت عشان هو بيضعف من كتر استهلاكه. اهو بقى الاستهلاك اللي احنا بنستهلكه للاسيت ده عايزين نحسب قيمته عشان نقدر نضيفه كاكسبنس، بيبقى من ضمن المصروفات. لو انت وقفت تاكسي في الشارع عشان يوصلك لمكان معين وبتدفع اجرة التاكسي، ما تفكرش ان اجرة التاكسي انت دفعتها دي مجرد تمن البنزين وخلاص، لا، ده تمن البنزين اللي تم استهلاكه، وكمان العربية ذات نفسها تم استهلاكها، يعني اهلاكها في انها عشان توصلك من النقطة اللي انت كنت فيها للمكان اللي انت عايزه. طب عايزين نحسب بقى مصروف الاهلاك ده، نحسبه ازاي؟ لو بصيت على مثال الانك بن، هلال الانك بن بتاعي دوت هو الاسيت، يعني اذا كمثال للاسيت، وده تمنه $100، وده تمنه في حالة لما يبقى خردة، وده عمره الانتاجي الـ 2 months. طبعا انت بتقيم بنفسك العمر الانتاجي للاسيت اللي انت اشتريته حسب رؤيتك انت الخاصة. ممكن تشتري عربية للشركة تقول العربية دي عمرها الانتاجي 10 سنين، ممكن تقول لها 20 سنة، ممكن 30 سنة، انت حر. المهم انت بتحسب على حسب استهلاكك او استهلاك الشركة برؤيتك الخاصة، وبتحسب بناء على كده الحسابات بتاعتك. ممكن تشتري آلة ماشين، انت متوقع ان العمر الانتاجي للماشين دي 5 years، براحتك، دي رؤيتك الخاصة حسب خبرتك في الشغل واداء الشركة بتاعتك، عارف ان الآلة اشتريتها تعمر بس معاك 5 سنين، ومش شرط بتقديرك ده بعد ما يعدل 5 سنين ان هي فعلا تبوظ، ممكن تكون لسه بتشتغل
ممكن تكون لسه ينفع نستعملها في الانتاج عادي خالص، بس هي مجرد عمليات تقديرية بتفيدنا في معالجة الدفاتر المحاسبية والمعاملات بتاعتنا المالية. فعندنا الانك بين هو الاسيت، ال $100 هو تمنه، التو مانس هو عمره الانتاجي المتوقع، وده تمنه في حالة ما بيكون خردة سالفج $10. نفس الكلام عندي ماشين عمرها الانتاجي 5 years العمر المتوقع، وتكلفة الآلة مثلا $110,000، تكلفتها في حالة الخردة هتكون $10,000. ان احنا نستخدم المعادلة اللي قدامنا دي straight line depreciation expense اللي هو مصروف الإهلاك، بنحسبه بطريقة القسط الثابت straight line depreciation، بيبقى كالتالي asset cost اللي هو في الحالة دي $110,000 minus salvage value اللي هو قيمة الاسيت اللي معاك في حالة الخردة اللي هو في الحالة دي $10,000 على ال useful life اللي هو العمر الافتراضي او العمر الانتاجي للاسيت، هنقول هنا مثلا 5 years. هنا بقى يطلع لك مصروف الاهلاك بتاع الاسيت اللي معاك سنويا، يعني في السنة بستهلك كام بلغة المال يعني او الفلوس من الآلة. فلو حسبت الحسبة هنا هيطلع لك ان مصروف الاهلاك للآلة دي $20,000. $20,000 دول بقى بيتسجلوا في الانكم ستيتمنت. مش احنا في الانكم ستيتمنت بنحط الريفينيوز مقابلها الاكسبنسز عشان اطلع نت انكم، اهو بقى الديبريشيشن اكسبنس بينضاف لعنصر الاكسبنسز او حساب الاكسبنسز. شوف مع بعض مثال تطبيقي على موضوع الديبريشيشن. بيقول في المثال ده on January 1st 2011 Barton Incorporated purchased equipment for $62,000 cash. The equipment has an estimated useful life of 5 years and Barton expects to sell the equipment at the end of its life for $2,000 cash. Let's record depreciation expense for the year ended December 31st 2011. عايزين نطلع البيانات اللي هتفيدنا في حساب الديبريشيشن للآلة اللي اشتريتها الشركة بمقدار او بسعر $62,000. الاكويبمنت معانا تمنها $62,000، في حالة لو هي سالفج يعني خردة هيبقى تمنها $2,000. عمرها الانتاجي قد ايه؟ 5 years. طب نركز بقى في الحتة دي كويس جدا. الشركة اشترت الآلة، وطبعا اشترتها واستخدمتها في يوم 1 يناير 2011، وعمرها الانتاجي 5 years، وعايزين نحسب الديبريشيشن اكسبنس في 31 ديسمبر 2011. نركز بقى هنا في التواريخ كويس جدا. اشتريناها اول السنة وعايزين نحسب لها مصروف اهلاك في اخر السنة، الفترة الزمنية دي كده 1 year. تمام، بطريقة القسط الثابت بقى اقدر احسب الديبريشيشن اكسبنس عن طريق القانون اللي احنا عارفينه اللي هو الكوست minus salvage على اللايف عمر الآلة الإنتاجي. الكوست أهي $62,000 وده تمنها في حالة الخردة $2,000 على عمرها الإنتاجي 5 years، هيطلع لي هنا ال depreciation expense $12,000. يعني كل سنة بستهلك من الآلة ما قيمة $12,000 من تمن الآلة. ال $12,000 دول بقى بنسجلهم في حساب اسمه accumulated depreciation. يعني ايه ده؟ يعني حساب مجمع الاهلاك. انت السنة دي استهلكت الالة بمقدار $12,000 اللي هو مصروف الاهلاك بتاع السنة، سجلته كمصروف اهلاك في قائمة الدخل income statement عشان احسب المصروفات وقصادها الايرادات واطلع النت انكم، بس كل سنة انت عمال تستهلك منها $12,000. لما انت تيجي تستهلك منها $12,000 اكيد بقى الرصيد بتاع الاسيت اللي هو الاكويبمنت بتاعي في البالانس شيت هيقل، مش هيفضل زي ما هو $62,000 على طول. فانت لازم تعمل حساب تحت حساب الاكويبمنت في نفس البالانس شيت برضو بيتحط تحتيه، وتحط رصيد الاكيوميوليتد ديبريشيشن اللي هو على مدار بقى السنين. يعني السنه دي خصمنا $12,000، السنه اللي بعدها خصمنا طبعا كمان $12,000. فاول سنه استهلكناها ضفت ال $12,000 فين؟ في accumulated depreciation اللي هو مجمع الاهلاك.
السنة اللي بعدها اروح ضايف برضو ال $12,000 على القدام، يطلع رصيد الـ accumulated depreciation $24,000، وهكذا كل سنة لحد ما اوصل للسنة النهائية اللي بعدها يكون وصل رصيد الـ equipment هو تمنها كخردة بس $2,000. ده كده فكرة الـ accumulated depreciation. طب تعالوا نشوف بقى احنا بنسجل القيد ازاي، بنعمل الانتري ازاي. ده كده الانتري بتاعنا، رصيد الاهلاك كمصروف في السنة اللي احنا حسبناها كان $12,000، اصبح تبع depreciation expense مصروف الاهلاك، وهنا يعتبر debit. طب اوديه فين؟ انا طبعا بجمعه في حساب مجمع الاهلاك الخاص بالequipment accumulated depreciation $12,000، وهكذا كل سنة اراكم مصروف الاهلاك في مجمع الاهلاك. بس طبعا مصروف الاهلاك باخده بحطه برضو في الانكم ستيتمنت كل سنة عشان احسب النت انكم بتاعي. نخلي بالنا ان الاكيوميليتد ديبريشيشن يعتبر كونترا اسيت اكاونت. يعني ايه كونترا اسيت اكاونت؟ زي فكرة الديفيدنز كده في حساب الاكويتي. الديفيدنز بتعمل ايه في الاكويتي؟ بتنقص حساب الاكويتي. كذلك الاكيوميليتد ديبريشيشن هو حساب كونترا اكاونت، كونترا اسيت اكاونت، زي الديفيدنز كونترا اكاونت للاكويتي، بينقص حساب الاكويتي مش بيزوده. الاكيوميليتد ديبريشيشن بينقص حساب الاسيت، فبالتالي بنقول عليه ايه؟ كونترا، حساب معاكس يعني. فكده الديبريشيشن اكسبنس طبيعتها ان هي ديبت، اما الاكيوميليتد ديبريشيشن طبيعه الحساب ده كريدت. وده كده شكله في البالانس شيت، يعني دي تعتبر بارشال بالانس شيت، يعني ميزانيه عموميه جزئيه بس بتوريك حته من البالانس شيت. فمثلا ده حساب الاكويبمنت بتاعنا اهو اللي هو $62,000، بحط تحتيه على طول الاكيوميليتد ديبريشيشن عشان ابين في البالانس شيت انا استهلكت قد ايه من الاكويبمنت. فيتضح ان بعد ما حطيت مصروف الاهلاك في مجمع الاهلاك ونقصته من ثمن الاكويبمنت طلع ان رصيدها الجديد $50,000. وعلى اي حال الرقم ده اللي هو يعتبر تمن الاكويبمنت الجديد بعد خصم الديبريشيشن اكسبنس، مش شرط ده يكون قيمته السوقيه. انا ممكن اخد الاكويبمنت حتى بعد ما استعملتها لمده سنه وابيعها بسعر اعلى من السعر اللي اشتريته بيه، عادي جدا. ولكن ده في النهايه يعتبر ايه؟ الاسيتس بوك فاليو، يعني القيمه الدفتريه للاسيت زي ما سجلناه. برضو نفضل نمشي معاه نفس المسار طبقا لمبدا ايه؟ مبدا الهيستوريكال كوست، لو انتوا فاكرينه، مبدا التكلفه التاريخيه. الاسيت بتاعي بسجله بنفس القيمه اللي انا اشتريته بيها في البدايه، حتى لو تغير قيمته السوقيه سواء قل او زاد برضه بيفضل ثابت بنفس القيمه بتاعته.